طب اتوقع هيك بيعمل ريكورد ولا؟ بيعمل ريكورد. طيب اللي راح ان شاء الله بشرحه اذا حدا كان حابب يحضر الفيديوهات. نرجع نحكي عن الثوابت. اجيت انا حكيت له برمجيه هذا المكان من الذاكره وسمي لي اياه اكس وخزن لي فيه قيمه 4. انا هيك حكيت له برمجيه سجل لي اياها ك4 بظل القيمه ايش ثابته ك4. لما اجي انا اقول له جيب لي الاكس يروح بجيب لي الاكس كقيمتها كرقم 4. حلو وبس كذلك نفس الشيء حكينا عنه الارقام الدبل والانتجر. طيب ننزل نقطة لتحت علقت عشان اوكي. طيب كل شيء واضح لهون ولا في سؤال او في شيء؟ طيب تمام متغيرات حلو. هسا انا بالبرمجيه بدي اجي احكي له خزن لي هاي شغله معينه بالمكان الفلاني من الذاكره. حلو ما باجي اقدر يعني انا اكتبها كتابه بالبرنامج انه خزن لي هاي هون. باجي انا باخذ المنطقه المعينه من الذاكره وبعطيها اسم. مثلا نفرض انه انا عندي ذاكره هيك نعتبرها مثلا زي مربعات هيك الذاكره مثلا بالبرمجيه هارد ديسك. تمام نعتبرها زي هيك. باجي بحكي له مثلا انا بدي تحجز لي المكان هذا هي نفرض هذا المربع بدي تحجز لي هذا المربع تسمي لي اياه المربع واي. مربع واي حلو. انا هسه حجزته عندي بالبرمجيه صار في هذا المربع محجوز. هل اعطيته قيمه؟ لسه بقدر اعطيه قيمه. هسه اقول له مثلا القيمه هون حط لي اياها 4. حلو انا كيف بحجز بالرام او عفوا بالذاكره؟ بحجز عن طريق الرموز. ف X Y R K small او small او capital. بقدر اجي احكي له مثلا هاي عادي هاي نعتبرها رمز هاي. طيب انا على اي اساس بس يعني بحدد الاسم اللي بدي اياه؟ في شروط للاسم. تمام اول شرط انه يبدا ايش بحرف. يبدا لي بحرف يبدا ب X R A من A ل Z سواء كابيتال او سمول وما يبلش برقم. ما بينفع اجي احكي له مثلا 5 ار هيك هذا المتغير اسميه بالذاكره 5 ار ما بينفع 5 ار غلط. ليش؟ لانه بلش برقم. طيب بلش برقم بقدر اجي احكي له ار 5 بينفع. ليش؟ ما بلشت برقم بلشت عادي بحرف. ننزل شوي نشوف من تحت هياتهم الشروط clear all drawings. اوكي نرجع نحكي ايش الشروط. الا يحتوي على رمز خاص ما عدا ايش الشرطه هاي. هاي الشرطه مسموح استعمالها. اي شيء ثاني غلط. ويبدا بحرف او علامه. يبدا بحرف او علامه الاندرسكور زي ما قلنا الاحرف من A ل Z سواء كابيتال او سمول. وعندي كمان الاشاره هاي الشرطه هاي بينفع اني ابلش فيها عادي. بينفع اجي احكي له هيك مثلا شحطه اكس او اكس شحطه 3 بينفع اكس 4 بينفع. بستعمل طبعا رمز اكس لانه حتستعمله كثير بالارقام. ان حتستعمله كثير. ان 5 مثلا بيزبط. ان لحالها بيزبط. هاي هلو بتزبط كلياتهم. هاي الرموز بتزبط. ليش؟ لانها تبعت للقاعده الاولى والثانيه. بيبدا بحرف او علامه صح بلش مثلا هاي بلش برمز او علامه. ما احتوى على اي رمز خاص. ما بينفع اجي احكي له اتش نجمه 3 غلط. النجمه هاي خربت لي قاعده من قواعد تسميه المتغيرات. احد قواعد تسميه المتغيرات ما يكون من الجمل المحجوزه بالبرمجيه مثل الاف الس. هذول كلهم راح تعرفوهم لقدام حتستعملوهم كلياتهم. فور هذول جمل او زي ما نحكي كلمات محجوزة بالبرمجية نفسها ما بينفع استعملهم. تمام وحنتعلمهم لقدام حتعرفهم كلياتهم يكون سهلة. هاي احد الامثلة. وليش بينفع وليش ما بينفع؟ علي بينفع. ليش؟ ما فيه لا رمز وبلش عادي بحرف كل اموره تمام. المتغير هذا تو سبيد ما بينفع بلش برقم. هذا الشيء بيعطيني ايرور ايرور نوت فاليد. ليش؟ ما بلش بلتر. VAR2 VAR2 variable او شيء VAR2
فاليد مسموح بلش عادي بالفين ومحتوي على رموز الرقم 2 يعتبر رقم وليس رمز A زائد أو AND إشارة AND B غلط احتوى على إشارة AND A underscore B صح حكينا الأندرسكور هي الوحيدة من الرموز اللي بعملها معاملة طبيعية وإذا بلش برضه ب underscore بعديها القيمة أو الاسم عادي بينفع لأنه بلش برمز المسموح فيه اللي هو الأندرسكور النتائج كثير في إشي مش واضح بخصوص التسمية طيب تمام مالك صوتي واضح كل شيء واضح ولا كل شيء تمام تمام ملاحظة مهمة أي جملة في لغة السي بلس بلس يجب أن تنتهي بفاصلة منقوطة هاي أكبر الأغلاط اللي بتواجهك بالبرمجية لما تبرمج يعني هاي بتجننك فعليا مرات أنت بتكون حال كود كامل ومتأكد من حلك 100% وصح تنتبه إنك أنت مثلا بعد آخر جملة أنت مش حاط فاصلة منقوطة ثواني بس طلعنا من الشير سكرين صح ولا إيش صار يب شير أجين طلعت أنت مثلا كملت حل وخلصت ولكن هي علينا جملتني هاي انتهيت خلص صار يحط القلم مش عارف ليش سلكت ماوس مش راضي اوكي خلص ما علينا طلع لي من هاي خلص ماخذ القلم هذا اللي هون مش حاط الفاصله المنقوطه يا جماعة جبت العيد صح؟ اوكي خلص ما بدنا نخرب اي شيء خلينا نحط به ما في الفاصلة المنقوطة حكينا هاي اكبر المشاكل تواجهنا هسه لما نفتح البرمجية ونكتب اي كود على السريع نفرجيكم اياها طيب علينا فكر هاي القلم طلعت سيجنتشر خلص نساها طلع لي من القلم مادية طيب فيكم حدا يا جماعة مش منزل البرمجية يكتب بالشات أي حدا مش منزل البرمجية بس يحكي لي شكل الكل منزلها تمام تمام مشان بس أفرجيكم كيف تفتحوا البرمجية وتبلشوا تحلوا فيها وتكتبوا فيها طيب بدي أبلش أنا أحل لكم من هون على البرمجية تمام نبلش ناخذ لحد input و output سي إن و سي أوت والإنكلود والأشياء هاي ما أعتقد لحد هون بكفي لليوم هسه بلش فيهم تمام نبلش إيش نبرمج بأنه الكل منزل البرمجية بس أفتح البرمجية وأفرجيكم استوديو طيب زوم شير نيو شير تمام مالك واضح عندك شاشة الميل فيجوال ستوديو صح في هون على الشمال فوق فيجوال ستوديو 2019 تمام هسا لننزل 2019 كيف تشغل البرمجية تيجي تفتح انت اول ما تبلش البرمجية تيجي تلاقي هيك الواجهة هاي قدامك اذا انت مش عارف توصل البرمجية اصلا على الشمال تحت اشارة الويندوز اكبس عليها بالماوس اكتب VIS Visual أي شيء بتبين مباشرة قدامك برمجية وبتفتحها تدخل أنت لهاي الشاشة مبدئيا تيجي على Create New Project بيعمل ريكورد صح تمام بتروح على الخطوة الثانية اللي هي Empty Project أو كلياتهم ما تلعب فيهم خلاص تركهم زي ما هم Empty Project طبعا أول مرة تفتح برمجية حيطول معك حلو شو حتسمي البرمجية؟ انت حر سمي بدك اياه مثلا اذا كان عندك انت مثلا لاب هوم وورك او شيء هوم وورك بدك اياه هوم وورك واحد لاب تيست لاب شيء زي هيك والمكان وين بدك تسيفها على براوز واختار المكان خلي مكان واضح لك مشان اذا حبيت تعدل على حلك مثلا على الديسكتوب بالدرايف انت تقدر توصل بسهوله انا عاملهم على الديسكتوب مشان اوصلهم بسهوله لا مش على الديسكتوب شكله مش على الديسكتوب صار متغير المكان رجع بس على الديسكتوب ثواني سي بلس بلس سمر سمستر تمام رجعتها ايش على الديسكتوب
وعملتها انا فولدر. Place solution and project in the same directory. خليهم سوا يس. Create. اوكي معلق شوي. طبعا طلع من الكل انه فتح اصلا شاشة ثانية. هسه برجع افتح الكل الشاشة الجديدة. فتح لي الشاشة هاي بعد ما عملت اوكي. متوقع واضحة عندكم صح مالك؟ اه واضحة. تمام. برمجية انا بتجيني هيك بعد ما رحت على create new project empty project اخترت المكان والاسم بوصل لهون بلاقي الشاشة هاي قدامي بروح على source files بكبس كليك يمين add ايش new item او control shift a اذا انت مش حاب تعمل الحركات هاي control shift a بتوصل لنفس النتيجة للشاشة هاي. بعرفش اذا الشاشة هاي واضحة مالك اي شاشة هسه قدامك؟ C++ file و header file. تمام تمام ايوه تمام تطلع لك هاي قدامك تختار C++ file اللي هي .cpp بتنتهي. الهيدر خلوها بعدين نستعملها بعد تقريبا باللاب السابع اللاب الثامن حتستعملوا هيدر. مبدئيا خلينا على .cpp. بنعمل ايش؟ ما تغير الاسم او شيء. اذا بتحب تغير الاسم عادي مش مشكله نفس الشيء بس المكان لا تغير. البراوز اوعى تغير هون هون خلي المكان نفسه لانه لازم يتحط سوا. تعمل اد توصل للشاشه اللي بتكتب فيها الكود تاعك هياته. طيب شغلات اساسيه بالبرمجيه مربع انكلود تمام الاشاره هاي ايو ستريم هذول تسال بحكي لكم عنهم بعدين لقدام يعني ليش هذول بحطهم يوزنج نيم سبيس استديا واحكي لكم عنهم هسه وخلص. في عندي هون طريقتين حستعمل الطريقه الموجوده بالدوسيه انت مين جوست نسكره ننزل اوكي هون اخر شيء بحط ريتيرن زيرو. طيب هاي اول صيغه للكتابه. طبعا انكلود اي ستريم ليش؟ مشان انا على شاشه الحل راح تجيني كمان شوي تتفاعل معي البرمجيه اول باول اوكي يعني تكون الشاشة input output يعني I O input output stream بحيث إنه تستقبل الشاشة مني وأقدر تطلع لي الحل بنفس الوقت input output مباشرة. طيب ال using namespace std ليش؟ بقدر أستغني عنها أشيلها ولكن حتغلب كثير حصير أستعمل جمل طويلة. هاي الإشي بيريحني بجمل الإدخال والإخراج ال cin وال cout حنشرحهم هسه. وال integer main هاي function جاهز هو اللي ببلش الحل البرمجية. تمام هذا من هون ببلش انا عندي حل برمجيه الريتيرن زيرو موجوده ليش؟ مشان تنهي لي الانت مين. هاي الريتيرن زيرو دائما موجوده مع الانت مين. طبعا الانتجر مين نفتح اقواس مجعده كيرلي براكت سياتهم وبسكر اخر شيء وقبل ما اسكره قلنا بحط الريتيرن زيرو وقلنا بنهايه اي جمله ايش؟ فاصله منقوطه هيها بعد الريتيرن زيرو انا حاط فاصله منقوطه هون حاط فاصله منقوطه هون مش حاطها ليش؟ لانه فانكشن انسوها هاي حاط خلوها عشان بالكم ولا الانكلودات. اي شيء انا بستدعي مكتبه او لايبرري اذا سمعت من دكاتره مكتبه او لايبرري ما بستعمل معهم فاصله منقوطه اوكي هون ما بستعملهم. نرجع للبي دي اف بس نشرح منه كم شغله يوشيت سكرين بي دي اف اوكي جمل الادخال والاخراج حلو. هسا انا زي ما قلنا بدي ايش؟ بدي اخزن قيمه بالذاكره. انا بدي اعين ببالي رمز اسمه R واعطيه قيمه 5. باجي بروح على الذاكره بحكي لها اول شيء بحكي لها عارفي لي عندك ايش؟ مكان بالذاكره وسمي لي اياه مثلا نلتزم بالاسم X سوري R نلتزم سجل لي عندك بالذاكره مكان اسمه X. حلو؟ باجي اول شيء بحكي لها انتجر X. هاي الخطوة ايش اسمها؟ defining للفاريبل integer X. ليش integer؟ لان انا عرفت لان انا بدي الرقم integer. نفرض انه انا بدي تكون دبل باجي بحكي له عادي دبل يعني شو نوع القيمة return data type او القيمة اللي انا بدي اخزنها عندك هل هي integer هل هي دبل هل هي character انا بحدد له ايش؟ ما قبل التسمية. فأول شيء للتعريف بستعمل الداتا تايب الداتا تايب حلو
بعمل مسطره سبيس هون نستعمل هذا الرمز سبيس. اسم المتغير حكينا قبل شوي اسماء المتغيرات انا بستعملهم مثل ما بدي. بقدر استعمل اكس اي رمز بحيث انه يبلش احرف اللغه الانجليزيه وما يكون في رموز خاصه. نفرض احنا بنستعمل عادي رموز صغيره مثل اكس. الداتا تايب شو هو الداتا تايب عندي؟ انتجر دبل او كاركتر. نفرض انه كان انتجر سبيس اكس حلو فاصله منقوطه دائما نهايه اي جمله فاصله منقوطه. انا هيك حجزت مكان بالذاكره اسمه اكس نوعه انتجر. انا هذا لحد الان اللي عملته بس تمام. الخطوه اللي بعد هيك بعد ما اعمل انتجر اكس اني انا بدي اعطي القيمه هاي اكس بعطي الاكس عفوا قيمه. باجي بروح بحكي له اكس بالبرمجيه تحتيها بسطر اكس تساوي 4 اعطيني القيمه 4 لاكس برضه فاصله منقوطه. فانا صار عندي خطوتين. اول خطوه رحت عرفت بالبرمجيه مكان اسمه اكس بعديها اعطيته ايش قيمه 4 تمام. بس وبقدر هاي الخطوتين شايفينهم اللي هم انا عملتهم على سطرين اعملهم سطر واحد اجي احكي له انتجر اكس وعطيته المسطره تساوي 4 فاصله منقوطه. الثنتين بيؤدي نفس النتيجه ما في فرق بيناتهم ابدا بالمره. والوضع لهون ايش تمام. انا هسه انا عندي حجزت بالذاكره مكان اسمه اكس خزنت فيه قيمه 4. هسه انا شو بدي بالقيمه هاي الاربعه اذا انا ما استعملتها لا بعمليه حسابيه لا طلعتها على الشاشه لا ضربتها لا جمعتها تلزمنيش. لهيك انا القيمه هاي راح هسه راح استعملها لاني اضرب فيها قيمه ثانيه اطبعها على الشاشه ادخلها بمعادله. لهيك انا عرفتها ودخلتها بالبرمجيه. طيب خذ شغله ثانيه خليها هسه لقدام. نروح على البرمجيه هون مباشره على جمل الانبوت والاوتبوت. قبل ما اروح عليهم في اي سؤال او اي شيء جماعه اذا في شيء مش واضح عادي احكوا. طيب تمام. جمل الادخال والاخراج سي ان وسي اوت من اسمهم سي ان تدخل للبرمجيه مثلا انا سي ان للاكس حكيت للمستخدم انه انا عندي قيمه اكس فاضيه روح عبي لي اياها انت يا مستخدم اللي قاعد تبرمج حاليا روح عبي لي اياها قيمه الاكس او حيستعمل البرمجيه عفوا ما بعد المبرمج. السي اوت حتطبع سي اوت مبينه من اسمها اوت طباعه ان استقبال. الرمز هون حكينا ايش اكبر من اكبر من الطباعه اصغر من اصغر من. بدي اطبع لي الاكس لان انا معطيها قيمه او خليت المستخدم يعطيها قيمه حلو. لحد هون انا خلصت ايش جمل الادخال والاخراج. نروح نكتب بس كود يطبع لي فيهم الرموز هاي. نعمل بس شير للشاشه هنا شير تمام. نص الكود او البرمجيه اللي انا حبرمج فيها وين بدخل البرمجيه؟ ما بين الاقواس المجعده. برضه معنا 10 دقائق ان شاء الله اخذوا الاخر 10 دقائق ونكمل بعدين الوقت الثاني بكره اي وقت تشوفوه مناسب. انا ببرمج ما بين الاقواس المجعده. اجيت حكيت له ايش؟ انتجر. انا بدي ادخل قيمه انتجر هي كتبت انتجر. طبعا انتجر كلمه محجوزه شوفوا كيف اعطوها باللون الازرق مباشره لانها كلمه محجوزه. تحسوا هيك الكلمات محجوزه ملونه وواضحه يعني. انتجر اكس تساوي 4 فاصله منقوطه حلو انزل. اجيت انا حكيت له اطبع لي الاربعه سي اوت 4 عفوا سي اوت الاكس مش 4 تمام. هي عملت له سي اوت. طيب انا هسه كتبت الكود حلو هذا نعتبره كود بسيط جدا. دخلت رقم دخلت عرفت متغير واعطيته قيمه وبدي اطبعه على الشاشه. انتجر اكس تساوي 4 سي اوت الاكس بدي اطبعها بدي انفذ الكود. باجي بكبس اف 7 على الكيبورد اف 7 ثواني بس شكرا هاي طبعا خلص اف 7 نسوها هاي كانت على البرمجيه القديمه. البرمجيه الجديده كنترول مع اف 5 تمام بتنفذ الكود ان شاء الله. بس تطلع عندكم الشاشه السوداء. مالك طلع الشاشه السوداء ولا لا؟ لسه اه تمام هي طالعه عندي بس لازم من
بطلعلكوا اياها انتم من الشاشه سكرين نيو شير من الشاشه السوداء هيها هسه الشاشه السوداء واضحه عندكم صح؟ اها تمام. الكود اللي كتبته تنفذ هون اللي هي شاشه التنفيذ تيجي هون شايفين هياته طابع لي اياها رقم 4 هياته هذا اللي انا كتبته وتنفذ. طيب طبعا طلع من الشير لازم ارجع على الشير القديم نرجع له هوم وورك اوكي. طيب نرجع انا بدي اغير الكود انا ما بدي اطبع الرقم بدي اطبع مثلا اسمي على سبيل المثال هذا اول برمج اول لاب تاخذوه دائما بقول لك اطبع لي اسمك ورقمك الجامعي بس فقط لا غير هذا اول كود تاخذوه. طيب بقدر انا اعمله بطريقتين بقدر ادخل او اخزن اسمي في متغير من نوع كاركتر سي اي اي ار ولا دقيقه كاركتر لا ما اتوقع يقبل ثواني مش حيقبل كاركتر ليش الكاركتر بيستقبل رمز واحد لا بيستقبل اكثر من رمز لهيك مباشره حاطبع اسمي سي اوت مباشره تمام اذا بدي اطبع شيء اصلا هو قيمه مش متغيره قيمه ثابته قلنا لما نستعمل رموز طويله او اكثر من رمز سوا نستعمل الدبل كوتيشن هياتها شيفت زائد اوت بالعربي اللي هي جنب الانسر او موجود الرمز قدامك اتوقع الكيبورد شيفت والرمز بيعطيني دبل كوتيشن فانا باجي بكتب جواته عبد الرحمن طهات تمام اطبع لي عبد الرحمن طهات بعديها فاصلة مربوطة بعد الدبل كوتيشن بطلع من الدبل كوتيشن وحط فاصلة مربوطة حلو هاي أول واحدة ننفذ بعديها أو خلاص خلينا ننفذ هاي بعديها بنفذ الفكرة الثانية ببالي كنترول قلنا كنترول وأف 5 عشان أنفذ الكود اللي أنا كتبته. طيب أعطيكم الشاشة السوداء دقيقة بس نيو شير هياتها شايفينها طبع لي اياها هياتها عبد الرحمن طهات حلو لحد هون اموري تمام نيو شير نرجع للشير القديم طلع لي من الشاشه السوداء. طيب افرض انا بدي اطبع اسمي واطبع معه رقمي الجامعي بقدر اطبع هون مباشره اجي احكي له بعديها مثلا 2017 بس انا ما بدي هاي الطريقه ما بدي اعتبرهم رمز او تغيير واحد بروح على سي اوت واحده ثانيه بينفع اعطيه نفس الشيء الدبل كوتيشن اطبع لي صورة الأرقام التالية 2017 2031 تمام نطلع من الدبل كوتيشن فاصلة مربوطة بروح أنا بحكي له كنترول أوف 5 نفذ لي الكود هيا طبع لي إياهم عبد الرحمن طهات 2017 9/9/031 طبع لي اياهم ايش مباشره ورا بعض ليش طبعهم ورا بعض؟ مع اني انا كاتبهم على سطرين حلو انا كاتبهم على سطرين المفروض اطبع اياهم على سطرين نرجع لل مبين عندكم الشاشه ولا يا جماعه؟ السوداء لا لسه طب احكي احكي لي فكرت حالي عاملها شير تمام هسه واضحه صح؟ هسه تمام تمام الشاشه السوداء هسه بس دقيقة بلا إذنكم تمام كمل عبد الرحمن طهات 2017 9/9/031 طبع لي اياهم على نفس السطر صح؟ مع انه انا بالبرمجية كتبتهم على سطرين مختلفات ليش طبع لي اياهم هيك؟ البرمجية بحد ذاتها ما بتشوف لي اسطر بتشوف شو مكتوب قدامها وبتنفذه مباشره. حلو؟ بتشوف ايش مكتوب قدامها وبتروح تنفذه مباشره، مثلا شافت سي اوت خلص تمام بتنفذه على السطر مباشره، شافت مباشره بعدها سي اوت معي مجال على نفس السطر، اوكي معي مجال لسه السطر طويل بيوسع عبد الرحمن بيوسع ارقام ثانيه واحرف واشياء زياده. فمباشره طبعا على نفس الرقم او على نفس السطر عفوا. طيب اذا انا بدي احكي له افصل لي اياهم على عن بعض، اوكي؟ عندي طريقتين. الطريقه الاولى اني اجي احكي له هون بنهايه الشيء الطبع في الاول اعذروني بس دخلت موضوع ثاني بس بدي اخلص قبل الاربع دقائق بكره بشرح لكم اياهم ليش باجي بحكي له هاي الاشاره مع ان هاي الاشاره بتعطيني ايش؟ انه افتح لي سطر جديد ما بعد اللي شايفينه ما بعد حرف التي هذا الاخير افتح لي سطر جديد حلو؟ في طريقه ثانيه برضه انه سي اوت
درل ال هاي الرمز تاع سي اوت اي ان دي ال اند لاين هذا اختصار لاند لاين انهي للسطر. انا بطبيعتي بحب استعمل هاي الطريقه ما بحب استعمل الشحطان بحب استعمل الاند لاين. حلو هسه انا اذا نفذت الكود راح يطبع لي سطرين يعني حيترك لي سطرين فاضيات. ليش؟ السطر الاول من هاي اجى السطر الثاني جت من السي اوت اند لاين. هذول طريقتين نستعملهم لحتى نطبع سطر فاضي. كنترول اف 5 حملها اوكي صار ان شاء الله ينفذ. كنترول اف 5 اوكي نفذ لي حسب بعض الظروف الشاشه. لو عملت سكرين بيزبط واضح عندك الشاشه السوداء يا مالك؟ مبينه تمام. هياته طبع لي عبد الرحمن طهات نزل سطر اللي بدي اياه. هياته نزل على السطر هذا مباشره الفاضي شايفينه. ليش نزل؟ بسبب الشحطان. بعديها انا حكيت له end line see out end line بيطبع لي سطر فاضي نزل يعني او يعني نزل لي لتحت نزل see out الرقم الجامعي طبع لي الرقم الجامعي. طبعا هذا الحكي نسوليه موجود بكل كود حيكون طبع لي الرقم الجامعي. هيك الوضع تمام. انا هسه هيك استعملت جمل الاخراج وعرفت متغيرات واستعملت البرمجيه. بضل عندي ايش؟ شغله الادخال السي ان حكملها ان شاء الله اذا بتحبوا بعدين بكره بوقت الثاني اللي بناسبكم. بنتفق على موعد ان شاء الله اذا طبعا حبيت طريقه الشرح او حبيتوا الشرح بشكل عام يعني بنكمل ان شاء الله بوقت الثاني. وبس اذا حدا عنده اي سؤال اي استفسار يسالني. يعطيك العافية يا قلب. الله يعافيك مالك الله يسلمك. تمام شكله ما في أسئلة. جا بس حسألكم على جروب المسنجر إذا طريقة الشرح كويسة أو لا واضحة أو لا مشان بس أعرف يعني أضبط الوضع أو وقفه ولا إيش وضع. وبأنه فيش أسئلة لهون كله تمام ويعطيكم العافية.